أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ونبدأ مع أبرز العناوين. نقرأ في موقع الهيئات: القسم الإغاثي يواصل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين من محافظة نينوى. نشر في المدى: مساعد للصدر الأمريكان فتحوا قنوات حوار مع كتلة سائرون عبر وسطاء. ونتصفح في كتابات مبعوث ترامب على خط مباحثة التشكيلة الوزارية الجديدة. نتصفح في الجزيرة نت: تراجع الليرة التركية، المركزي يتدخل وأردوغان يعيد بإجراءات. نقرأ في العرب الجديد: العراق المالكي يتحرك لتشكيل تحالف طائفي. ونتصفح في القدس العربي: خامنئي يحدد شروطه لاستمرار الاتفاق النووي. ونطالع في الحياة: بري يعود رئيسا للبرلمان اللبناني والفرزلي نائبا له. أهلا بكم. ما يدور اليوم من تجاذبات وتنافر بين الفائزين على اختلاف مشاربهم يشي بأن دورة جديدة من التيه وضياع الفرصة هي التي قد تسود على الضد من إرادة التغيير التي جرى التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع أو من الأغلبية المقاطعة الرافضة لواقع الحال، بحسب الكاتب علي عبد الخالق في صحيفة المدى. إن الكتل الأساسية الفائزة وتلك التي تمتلك مركز القرار المؤثر تتبادل ذات الصياغ التي تعيد إنتاج ما نحن فيه أو عليه، فنحن أمام مقولات مبهمة حول صيغة الأكثرية السياسية من دون تبيان منطقها في تشكيل الحكومة ومكوناتها وصيغة الأغلبية الوطنية، ولا أحد يحدد من هي القوى المشمولة بها ومن هي القوى غير الوطنية. وكذا الحال بالنسبة لصيغة حكومة التكنوقراط التي لا تستثني أحداً. ورغم هذا التباين الشكلي، فإن الكل يتشاركون في رفض الطائفية والمحاصصة، وبغض النظر عن الصيغ ووجهة تحقيقها، تظل المواطنة والدولة التي تقوم على قاعدتها خارج المفاهيم التي يجري تداولها، لأن الجميع يتوافقون على أن أي من الصيغ المطروحة لا تعبر أو تنطوي على إمكانية مقاربتها أو التأسيس عليها. ويتشارك الجميع في تبني التصدي لظاهرة الفساد ورموزها والعمل على اجتثاثها من دون أن يتوقف أي طرف عند الآليات التي يعتمدها في تنفيذ وجهته، ولا أحد يتفحص من هم معه أو حوله ممن يرمزون للفساد والخراب في البلاد. ولا تخلو قائمة من بين المتنافسين على الحظوة للسنوات الأربع القادمة من رمز مبرز لظاهرة الفساد والنهب والفشل في إدارة الدولة والعملية السياسية. إنها ليست دعوة للتشاؤم، كما أنها ليست إمعاناً في التفاؤل التاريخي، بل محاولة لكشف المستور من النواة. لعل ذلك يستثير البعض إيجابياً قبل إعادة تدوير ما نحن فيه، ويحرض من يؤكدون على عزم مضمر بفعل ما لم يفعل على مدى السنوات العجاف الماضيات، ويتعهد بتبني ما هو السبيل الوحيد للخروج من متاهة الطائفية والمحاصصة وكل ما يعبر عنها، ويقدم برهانا ولو بلاغيا عن نزوعه رغم التحديات في السعي لتحويل ذلك إلى معيار منهجي. تواصل التحالفات السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية مشاوراتها المكثفة للوصول إلى الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، بينما يحاول ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي مغازلة الكتل الفائزة من خلال حديثه عن إحياء تحالف الشيعي بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. ما زالت بوصلة الحوارات تتجه نحو تحالف سائرون، والذي حاز على أكثر المقاعد البرلمانية،
إذ يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم للتحالف لقاءاته وحواراته لتشكيل الكتلة الأكبر، إذ التقى مع رئيس قائمة بيارق الخير خالد العبيدي في غضون ذلك يحاول زعيم ائتلاف دولة القانون إثارة الكتل الشيعية وكسبها من خلال حديثه عن إعادة إحياء التحالف الشيعي مجدداً. وقال مدير مكتب الملك هاشم الركابي في تصريح صحفي إن دولة القانون لم تجري حتى الآن أي لقاء مع تحالف سائرون، مبيناً أن هناك إمكانية لقاء الملك مع الصدر لغرض إعادة تشكيل التحالف الشيعي والدخول معاً في تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف الركابي أن الكتلتين لم تصلا حتى الآن إلى تفاهمات بينهما، ومن الصعب التكهن بذلك. ويؤكد تحالف سائرون أن الحديث عن إحياء التحالف الشيعي هي محاولة من المالكي للمغازلة والاستقطاب التحالفات الشيعية وإثارة عاطفتها من جانب طائفي. المالكي يحاول مغازلة الكتل الشيعية بمفهوم التحالف الشيعي، وذلك جاء نتيجة لفشله في الانتخابات وعدم حصوله على مقاعد التي تؤهل لتنفيذ مشروعه السياسي. وتضيف الصحيفة أن الاختلافات بين سائرون وبين دولة القانون كبيرة جدا ولا يمكن تجاوزها بسهولة. إيران ستحتاج إلى قبول قيود أوسع نطاقا، ليس فقط على أنشطتها النووية ولكن أيضا على برنامجها الصاروخي وتصرفاتها في المنطقة، ولن تخفف واشنطن عقوباتها لطهران إلا حين ترى تغييرا ملموسا في سياسات طهران. ويبدو أن سليماني الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالح إيران لن يكمل هذه السياسة، بحسب الكاتبة باهر الشيخلي في العرب اللندنية. مع تواعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض بلاده أشد العقوبات صرامة في التاريخ على إيران، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط ليكون لصالح إيران، والذي عمل كصانع قرار سياسي وقوة عسكرية يغتال الخصوم ويسلح الحلفاء ويقود لأكثر من عقد من الزمن شبكة معلومات عسكرية نفذت عمليات قتل مختلفة. عمر مقطع الفيديو 30 عاما، وفيه يقول سليماني: نحن نقاتل لأجل هدف سام ومن أجل إعادة إمبراطورية لم يبق منها سوى الأطلال، نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى فيها تحت سيطرة أناس كانوا يسكنون الصحارى. المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق. ثم يضيف: أعداؤنا معهم العرب ليس جديدا، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة. المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق. هذه إذن هي الخطة باء الأمريكية لإيران لتكثيف ضغط العقوبات وإجبار حكومة طهران على الدخول في صفقة دبلوماسية جديدة، وستحتاج إلى قبول قيود أوسع نطاقا، ليس فقط على أنشطتها النووية ولكن أيضا على برنامجها الصاروخي وتصرفاتها في المنطقة. إذن إما أن تنسحب إيران من سوريا وإما أن تصطدم بروسيا، هكذا يرى الكاتب عبد الوهاب بدر خان في مقال بصحيفة الحياة اللندنية، حيث يقول إن هناك جديد في الأزمة إن هناك جديدا في الأزمة السورية يؤكد أن تفاهمات الولايات المتحدة وروسيا لم تسقط، وأهمها العمل على حل سياسي يتأسس على دستور جديد وانتخابات في السنة 2021، وما الغياب الأمريكي عن اجتماع السنة 9 سوى مؤشر آخر إلى أن واشنطن موافقة على النهج الروسي في إنهاء الحرب. بدأ موفدون أمريكيون إلى شمال سوريا الدراسات الميدانية تحضيراً للانسحاب، يقولون إنه يجب أن يتم بحلول تشرين 2 نوفمبر المقبل، وهو موعد يكسب في واشنطن وموسكو أهمية خاصة، إذ يفترض فريق دونالد ترامب أن الشهور 6 المقبلة ستكون حاسمة في تحرير الرئيس نهائياً من الاشتباك بتعاونه مع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي فإن هذا المعطى سينعكس إيجابا على مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس. بموازاة ذلك ستتضح أكثر نتائج القمة الأمريكية الكورية الشمالية وما إذا كانت توصلت إلى إزالة أي تهديدات نووية المستقبلية، وستكون العقوبات المجددة على إيران بلغت ذروتها في التشدد إذا لم تقدم طهران تنازلات قبل ذلك. في المقابل يأمل الروس أن يكون مناخ ما بعد نوفمبر مناسبا لمعاودة الحوار والتعاون ولإنهاء شبه القطيعة الحالية بين الدولتين. فهل تبقى هذه العقلية العدائية متحكمة بالروس في إدارتهم الحل؟ وكيف ستتصرف المعارضة بعدما أبلغها الأصدقاء أن العملية السياسية الروسية غدت اللعبة الوحيدة في المدينة؟ هل سيثمر فرض العقوبات الأمريكية على إيران؟ هكذا عنوان الكاتب أناتول كالتسكي رئيس معهد الفكر الاقتصادي الجريد مقالته في موقع الجزيرة نت، حيث تثير العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على إيران سؤالين على قدر عظيم من الأهمية وليس لهما إجابات مقنعة. فالأول هو هل سيجعل هذا التصرف في العالم مكانا أكثر أمانا كما يزعم ترامب، أم أنه سيزيد زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط ويقوض أي جهود تبذل مستقبلا للحد من انتشار الأسلحة النووية؟ والثاني هو هل ستكون الجهود الأمريكية لإرغام الشركات الأجنبية على احترام العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران شرسة بقدر خطاب ترامب المولع بالقتال؟ ربما يتبين أن العقوبات ضد إيران مجرد بادرة فارغة، فعلى حد تعبير سفير صيني سابق بإيران من الواضح أن دبلوماسية ترامب طوال أكثر من عام بدءا من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ واتفاق باريس المناخي إلى قضية النووية بشبه الجزيرة الكورية والحرب الأهلية السورية ينطبق عليها المثل القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، ومع ذلك يظل من المستحيل الإجابة على السؤال بشأن الحرب والسلام. فبعد 15 عاما من الفوضى في الشرق الأوسط التي أطلقتها حرب العراق أي غزو العراق عام 2003، استوعب العالم درسا واحدا لا جدال فيه: لا أحد في البيت الأبيض أو وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد أو أجهزة الاستخبارات السعودية لديه أدنى فكرة عما قد يحدث في المنطقة الآن. من الصعب أيضا الإجابة عن السؤال التجاري، ولسبب أبسط فلن يكون المدى الحقيقي لفرض العقوبات واضحا حتى المراحل الأخيرة من فترة تخفيف النشاط التي تمتد لستة شهور والتي تنص عليها الضوابط التنظيمية الأمريكية الجديدة لتفك الشركات ارتباطها بإيران. باختصار، من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات المفروضة على إيران على التوازن العالمي بين العرض والطلب أقل من تأثير أداء الاقتصاد العالمي وسلوك بقية منتجي النفط. التاريخ الذي أنتج النكبة فتح الطريق أمام مشروع لا إنساني طابعه خيالي ديني وهدفه الشكلي حل مشكلة اليهود في أوروبا، لكن المشروع الصهيوني انتهى بكل عنصريته وسطحيته واضعا المجموعة اليهودية القادمة لفلسطين في عين العاصفة، بل وضعها في موضع العداء لأمان العرب بالتحرر والتقدم. فإسرائيل أصبحت الحارس الأول لمصالح الهيمنة على الإقليم العربي بعد زوال الاستعمار في الجوهر. بسبب هذا المشروع أصبح كل الشرق في عين العاصفة بحسب الكاتب شفيق ناظم الغبرة في القدس العربي. وكما صنعت مأساة اليهود التاريخية الحالة اليهودية بكل تعقيداتها، صنع اليهود الذين احتلوا فلسطين من الفلسطينيين شعبا مشتتا يتميز بشوقه للعودة، بل حولوا الشتات لحالة متوقدة للعودة إلى الأرض، مع فارق أساسي عن الحالة اليهودية. الشتات الفلسطيني يقع في الزمن الحاضر وليس في الماضي السحيق، وهو قائم اليوم في قلب الأرض كما وحول الحدود،
وهو يقع في إقليم تتميز شعوبه بالاستضعاف والبحث عن شروط النهضة. إنه شتات واقع في الزمان الراهن كما والمكان القريب. إن صفقة سياسية بلا حق العودة والقدس في ظل السيطرة الإسرائيلية على الأرض هي صفقة مستحيلة. الصهيونية عاجزة عن التوصل لحل وسط من أجل السلام. فالصهيونية حتى اللحظة مستمرة في سياسة الاقتلاع وتطهير الأرض من سكانها العرب والسيطرة على الإقليم وتخريبه. وهذا يعني أن كل استراتيجية لمواجهة الصهيونية يجب أن تكون استراتيجية كفاح ضمن خطة للتعامل مع آليات السيطرة والاقتلاع الصهيونية التي تسعى لأخذ ما تبقى من أراض للفلسطينيين وحقوقهم. الثابت في الصراع العربي الإسرائيلي أنه صراع مركب. لقد سقط المشروع، مشروع الدولة الفلسطينية، هكذا يصف الكاتب. لقد سقط هذا المشروع، لكن مشروع الأرض والحقوق والمكان والعودة والقدس والذاكرة والعدالة والمساواة لم يسقط، حيث لقد استنفذ مشروع الكفاح المسلح أهم أغراضه في بناء وتشكيل الهوية الفلسطينية، لكن مشروع النضال والكفاح والعودة بكل الأنواع الأخرى لم يتوقف. لازلنا في بداية الصراع العربي الإسرائيلي ولسنا في نهايته. بعيدا كل البعد عن السياسة، في دراسة حديثة أجراها جراح تجميل أمريكيون أفاد أكثر من 40% منهم بأن المرضى جاءوا لإجراء عمليات جراحية لتصحيح تفاصيلهم الخلقية التي شعروا بأنها تبدو سيئة في الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. الجراح والأستاذ المساعد في كلية روتجرز نيو جيرسي الطبية بوريس باسكوفر يؤكد أنه أحياناً عندما نسأل المرضى عن الأشياء التي يرغبون في تغييرها يخرجون هواتفهم بدلاً من النظر في المرآة، وغالباً يقولون أن أنوفهم عريضة جداً ويقدمون صورة سيلفي كإثبات للأمر. وفي ورقة بحثية جديدة نشرت للجراحة على مجلة جاما التجميلية للوجه شرح باسكوفر كيف تشوه الشاشة الواقع، حيث يقول إن السر يكمن في حقيقة أن الأنف يكون أقرب إلى عدسة الكاميرا من أي جزء آخر من الوجه بالطريقة نفسها التي يظهر بها أي شيء في مقدمة الصورة أكبر من الأشياء في الخلفية. هناك تأثير متسق كما يصف. يظهر هذا الأمر بنسبة أكبر كلما كانت العدسة أقرب إلى الوجه. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.